ابراهيمي البليلي ايضا لاعب المولديه حكي عليهم حكي على غيابهم حكي على غياب ابراهيمي شنو هو الحكايه ما هو احكي على غياب المبولحي والبليلي اللي كما قلناها المره اللي فاتت يعني لهنا يمين انه توقيف الشامبيونات ضرهم برشا ديجا قال معناها باش نزيدوا نشوفوهم في الكومبيتيسيون ونجموا يكون موجودين احكي على ابراهيمي اللي قال لي يعطي الصحه قاعد يعمل في مردود محترم لكن يعني عجبني برشا المره هذه كان صريح وفسر للعباد معناها كيفاش الخيارات قال كوب دافريك باش تكون 23 قائمه ب 23 لاعب قال ثلاثه قوله و20 لاعب يعني في كل بوست يكونوا زوز لاعبين قال في البوست بتاع ليا جوش عندي جويري وعندي عموره وعندي البليلي وعندي ابراهيمي قال متو كان تحبوا تجيبوا ابراهيمي شكون مش نحي جويري ولا عموره ديجا عموره الي اون سوبر فورم في بلجيكا مع سانجيل معناها متصدر الترتيب قاعد يمركي في كسوا في الشامبيونا ولا في الاوروبا ليغ نفس الشيء بالنسبه لجويري واللي معناها مازال كي جا للمنتخب وقاعد يلعب مع نيس دونك الكونكورنس سي لا كونكورنس باش تكون كبيره باش تكون لاخر لحظه لاخر ليستا للكان وليستا هذه معناها انت في فكرك انت في قناعاتك تفضل لاعب اكسبيريمونتي ذاق التتويج في كاس افريقيا للامم 2019 ولا لاعب شاب لاعب اقوى بدنيا ممكن عنده في سقيه اكثر طونجو ينجم يعطيك اكثر على المستوى البدني نحكي بين ابراهيمي وبين مثلا عموره هما اربعه امين في البوست هذا انت ساعه نعرف انه انت تحط البليلي في القائمه من غير ما تغزر حد اللاعبين بالضبط البليلي معاه معها عموري عمورة بليلي وعمورة جويري ليه؟ بالنسبة لي أنا بليلي وعمورة به؟ هذا رأيي أنا فيما يخص إبراهيمي والبليلي وماذا يحدث في قائمة منتخب الجزائر ويبدو أنه إبراهيمي سيكون خارج القائمة في كأس أفريقيا الأمم كامين أول حاجة يزمك أنت كي تشوف تقول كي تسميت أنت جوارات تسميتهم كلها وسط ميدان هكا ولا؟ إي أجنحة على الجهة اليسرى علاش؟ توا حسب رأيي اللي يعمل فيه بالماضي تعزيزات اختيارات واختبارات انا نقول ما بين قوسين اختبارات اي جرب صح التعبير لانه اختبارات صحيح. اي يعني هذا الاهتمام ما خلا ما كناش نعرفوه ما نعهدوه في على الجزائر في المنتخب بتاع الجزائر يعني هو حاليا بالماضي يدرك اللي هو بعد الاطمئنان على الخط الخلفي اللي هو حارس مرمى والدفاع يدرك اللي اي فريق قوي لازم تتوفر فيه الشروط اللي هي وسط ميدان ذو جودة عالية أي فريق قوي راهو يلزم يكون عنده وسط ميدان قوي حاليا هو الاختبارات هذه اللي يعمل فيها بالماضي هو التركيز على وسط ميدان اللي كنت تذكر فيهم كل وسط ميدان يحب يعمل وسط ميدان لانه عنده رؤيه انا نشوف الاختبارات والاختيارات هذه نتاع بالماضي تتعدى الكان هي ماهوش عنده طموح الكان عنده طموح ما اقوى هو الكان يجي في المرحله الثانيه الطموح الاول هو كوب دي موند هذايا بالماضي لانك الكمل هذايا والاهتمام هذايا ما كانش معهود في الجزائر وما كانش في الاكيب ناسيونال الجزائر تبارك اي فريق وطني عربي ما كانش فما نعهدوه الحكايه هذه انا نشوف بالماضي اللي عنده طموح شخصي لانه زاد فما الكونكورنس مهما تكون حتى ما يصرحهاش بالماضي يقول لك انا الرقراقي كنت انا متصدر فما كونكورنس ما بينه وبين الرقراقي حتى وان ما هي كانتش معلنه فما كونكورنس الرقراقي من المدرب العربي لانه بالماضي كان الاول يعني في الساحه تويك الرقراقي خذا لانه البيرفورمانس اللي عملتها الكوب ديو في كوب ديو موند حاليا تصور انه الفكره هذه يحب يمشي كوب ديو موند بالماضي في يعمل ما عمله خير تصور انه ما نعرفش انا جمال بالماضي تعرف اللي تنافسي جمال بالماضي انه بالضبط عنده عقليه حتى يوصل ما يرقدش الليل وذاك راهو وذاك يلزم يكون في الانترنور والله العظيم اقوى ميزه واحسن ميزه يلزمك تكون تنافسي ويلزم يكون عندك طموح وامبيسيو علاش ما علاش الريني انا كيما كوب دافريكو هزيت شنو قعد لي؟ قعد لي طموح اكبر انا كوب دي موند ونمشي لبعيد في كوب وعندي الاليات الكل وعندي الاليات الكل وعندي التنوع والاثراء في اللعيبه تعرف قيمه التنافس بين الجزائر والمغرب على جميع المستويات والعلاقه اللي تتوتر احيانا خاصه في اليسار مؤخرا محمد يلا ياسين عدلي مفاوضات
قال حكى عليها جمال بالماضي، قال من اللي كان في بوردو وانا نحكي معاه لتعزيز صفوفه في منتخب الجزائر ما نجمش نعمل اكثر من هكا. بالضبط، قال لو ترافاي اي تي في، الخدمه اللي المفروض نقوم بها قمت بها، قابلته فسرت له يعني استراتيجي نتاعي انا، وريته البرنامج المشروع نتاع المنتخب، انت معناها بلاستيك وين نشوف فيها في المنتخب، الانتجراسيون نتاعك في المنتخب، قال تو الكره عند عند اللاعب، نهار اللي اللاعب يقول هاني حاضر نمشيو للليتاب اللي بعدها. وضعيته حاليا ممكن ماهوش اساسي في ميلان، لعب بعض المباريات، رجع شد البنك، دونك وضعيته هي اللي ممكن تخليه لا يلتحق بمنتخب الجزائر. نتصور هكا. شوف امين، باش نقول لك باش نقول لك يعني رايي انا، فهمت؟ بالنسبة حكينا المرة اللي فاتت على إبراهيم دياز توا على عدلي، كان جات كأس عالم راهو مشاو ديريكتومون، كأس أفريقيا يحسبوا لها. صحيح. هذا مشكل كبير بالنسبة للاعبين الأفارقة اللي ينتميوا لمنتخبات تشارك في الكأس. هذا ما هم هذا بوتونسيالمون باش يوليو سيليكسيونابل، يعني باش يختاروا يدخلوا للمنتخب. احنا يبدو على نفس المشكل مع علي السعد لاعب فريق سان باولي متصدر البوندسليغا. اثنين، عودة بن ناصر ستكون مهمة إذا عاد وشارك في كأس الأمم. صعيب هو على بن ناصر كلينيك مول، لأنه يعني أمير راهو ما عملش معناها ريبتور ليغامو كروزي عادية، فهمت؟ عمل زرع غضروف، معناها عمل زرع غضروف، عملية ماهي سهلة، يحب لها برشا ريدوكاسيون، يحب لها برشا خدمة، هذيك علاش إلى حد الآن الموعد الرسمي لعودة بن ناصر مازال مش واضح. به المكتب الفيدرالي للفاف، قبل ما نخرجوا فاصل ونحكي شوية على علي السعد ومنتخب تونس، قام بإجراء حقيقة يثير الإعجاب محمد، اللي هو يخص المدربين واللاعبين الأجانب. شنو فرض؟ شنو قلت لي؟ وزارة. وزارة. فشنو فرض المكتب الفيدرالي للفاف؟ يلزم كل نادي محترف أن يودع الشيك بمبلغ يساوي الراتب السنوي للمدرب أو اللاعب الأجنبي، ويأتي هذا الإجراء لإيقاف المطالبات المالية للأجانب ومنع اللجوء إلى التقاضي على مستوى الهيئات الدولية ضد الأندية الجزائرية. صحيح أمين، لأنه فما تراكمات لقضايا فيفا كبيرة في الفترة الأخيرة في معظم الفرق الجزائرية، المبالغ كبيرة ومبالغ بالعملة الصعبة، دونك أذية يخلي كل نادي قبل ما يجيب كسوة مدرب أجنبي ولا لاعب أجنبي يقرأ ألف حساب وما يجيب لاعب كان على قد إمكانياته وعلى قد قدراته المادية اللي يقدر يدفع. محمد قابلك في الإجراء ذا يدع الشيك بقيمة الجراية السنوية للمدرب ولا اللاعب لضمان حقوقهم معناها ولضمان أنه كالنادي عنده السومة ذيك معناها. أول حاجة هذايا في صالح الجوارات، هذايا قانون في صالح الملاعبية، لأنه تويكا يقولوا نحن القرار هذايا هو تطهير بمثابة تطهير للكورة وللفرق من المرتزقة، المسؤولين المرتزقة أنا نقول، لأنه تويكا حتى احنا مين قاعدين نعانيوا فيها وفي وقت ما قاعدين نعاو فيها بكثرة، لأنك تجي أنت تحكي على جمعيات، فما جمعيات طاحت على